أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، مساء الخير. برنامج هذا اليوم يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس من السادسة حتى السابعة والنصف مساء، ومع العناوين لهذا اليوم: استطلاع جديد يكشف بعد استقالة وزير الأمن فيكتور ليبرمان هبوط في عدد مقاعد حزب الليكود التي سيحصل عليها إذا ما أجريت انتخابات مبكرة. وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة ماحش تقرر: الشرطي الذي صفع شابا من رهط لن يحاكم. المعلمون في ثانوية إكسال يشرعون بإضراب مفتوح ويطالبون بتلقي الرواتب. بعد قليل سيكون معنا المحامي باسل دروشي القائم بأعمال رئيس المجلس في إكسال ببث مباشر. رئيس لجنة الحج والعمرة السليم شلاطة يصرح: لم نتلقى بعد أي رد حول قرار منح تأشيرات دخول للحجاج والمعتمرين حتى هذه اللحظة. بعد قليل سنكون في سخنين للتحدث مع رئيس اللجنة الحاج سليم شلاطة ببث مباشر. هل يحد قانون الولاء بالثقافة من النشاطات الثقافية والفنية والمسرحية في البلدات العربية؟ بعد قليل سنكون في سخنين للتحدث مع الكاريكاتير دكتور سعيد النهري ببث مباشر. مطاردة شرطي لراكب دراجة نارية في بئر السبع تنتهي بسقوط السائق الهارب والقبض عليه بعد مطاردة على الأقدام. السلطة الوطنية للأمان على الطرق تطلق حملة رفع وعي منعا لاستعمال الهواتف الخليوية خلال السياقة. بعد قليل ستكون معنا مقبول نصار مديرة قسم الإعلام والتوعية في السلطة الوطنية للأمان على الطرق ببث مباشر. ماذا يطالب الشباب في النقب من رؤساء السلطات المحلية المنتخبين في النقب؟ مجموعة شبابية قيادية نقباوية تجيب عن هذا السؤال وأسئلة أخرى لهذا اليوم. هذا العناوين في برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية هلا ببث حي ومباشر. ونبدأ: كيف تجلت مظاهر الفوز في انتخابات السلطات المحلية في بعض البلدات العربية؟ ولماذا تم إطلاق النار في مثل هذه المناسبات؟ ما هو موقف الرؤساء المنتخبين؟ هذا في الحديث عن حالات العنف انتقالا إلى المشهد السياسي الذي يتفاعل بعد استقالة وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من الحكومة. هل القائمة المشتركة جاهزة لانتخابات برلمانية مبكرة؟ وهل ستستمر القائمة المشتركة بهذه التركيبة؟ من هي الأطراف القوية في القائمة المشتركة؟ حول مجمل هذه التساؤلات وغيرها أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم جلال أيوب المحامي والإعلامي والمحامي عادل بدير الناطق بلسان اللجنة الشعبية في كفر قاسم وإيهاب جبرين مدير برنامج تمكين للسلطات المحلية العربية. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. أبدأ معك المحامي عادل بدير. إذن كما يبدو هنالك تفاعلات في الحلبة السياسية. أفيغدور ليبرمان وزير الأمن الإسرائيلي السابق قدم استقالته هذا اليوم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إذن هل نحن أمام انتخابات برلمانية مبكرة؟ لا سيما أن أيضا أن وزير المالية موشي كحلون ووزير الداخلية أري درعي يضغطون يشيرون لرئيس الحكومة إنه حان الوقت للذهاب لهذه الانتخابات. أعتقد إنه الموضوع معقد شوي. في الأسبوع القادم سوف نرى الصورة ستتضح أكثر وأكثر في هذا المجال، لأنه من الواضح أن نتنياهو عن طريق برضو ابنه في عبر التويتر أنه لا يريد انتخابات مبكرة حيث أنها ضده في المرحلة الحالية. لذلك أرى أنه نتنياهو سيضغط بقوة من أجل يعني أن يكون الظرف مؤاتي له، لأنه لا يريد أن يذهب إلى الانتخابات في وضعية غزة، ويريد أن يذهب إلى الانتخابات في وضعية مريحة له. لذلك سيكون ضغط كبير. من ناحية أخرى هنالك ضغط من قبل الشركاء في الحكومة. وزير المالية، وزير التربية والمعارف، وأيضا وزير الداخلية، وزير الأمن استقال. يعني في مشكلة، في بعض في داخل الكلام. لذلك ربما أنه تذهب إلى الانتخابات يعني مرغما، وهذه طبعا الوضعية المنيحة أعتقد برأيي بالنسبة لليسار الإسرائيلي بالنسبة للوسط العربي، أنه أخيرا وآخرا يعني يكون نظام سلطة أو حكومة جديدة اللي تكون عقلانية أكثر في هذا المجال، ونتأمل أن تكون التطورات في الاتجاه. إذا جلال، هل سيتم حل الكنيسة؟ سيشرع هذا القانون؟ يعني نحن يعني إذا عدنا إلى سنوات في الماضي نتيجة لانسحابات من قبل الوزراء في الحكومة يؤدي بالتالي إلى زعزعة في الائتلاف الحكومي، ويمكن أن يضع رئيس الحكومة في الزاوية أنه لا يعني لابد من الذهاب لهذه الانتخابات. نعم، ولكن الفرق أنه لا أحد يضمن من الأحزاب الموجودة
لا يضمن الانتخابات غدا، لذلك الأمر ليس واضحا من ناحيتهم. ثانيا، نتنياهو ما زال عنده طبعا الإمكانية أن يتلاعب نوعا ما بالنتيجة. الآن النتيجة هي ليست لصالحه بعد استقالة ليبرمان. نتنياهو بحاجة الآن إما لإنجاز أم لحرب. لإنجاز قد يكون على صعيد مثال، يعني ممكن أن يكون نوع من الاتفاقية مع إحدى دول الخليج التي تمكنه من نقاط إضافية، أو حرب. ولا أستبعد حرب، مش حرب، لأنه في هناك اتفاقية وقف إطلاق النار حتى في موضوع غزة. الكلام أغلبه يتكلم عن الشمال، الجنوب لا يعني شيئا. الوضع الشمالي متأزم أكثر بكثير مما يستطيع أن يتصور. كيف متأزم؟ يعني لا نسمع، لا تسمع بالجبهة الشمالية، لأنه المستتر أكثر بكثير مما هو معروف. وكل من هو جوز عند معلومات مهمة جدا عن الموضوع هذا. أولا طبعا هذا الأمر تم التكلم فيه من قبل كل، إذا أنت تابعت كل الخبراء العسكريين سواء هنا أم بالعالم لكنت فهمت أنه الوضع في الشمال هو المتأزم، لأنه الحديث هو إما عن حرب مستقبلية في 2019، هذا الآن بناء على مراكز أبحاث من الولايات المتحدة ومش من عندي. ماشي، يعني ذهبنا نحن بعيدا للجبهة الشمالية. الآن الموضوع يعني كل الموضوع استقالة وزير الأمن السابق فيكتور ليبرمان هو اللي أدى لهذا الوضع غير مستقر. لذلك نتنياهو بحاجة إلى إنجاز، إما إنجاز وما يخلص النتيجة، أو الإمكانية الأخرى هي نوع من الحرب. هذا هو ما يمكن أن يخلص. نعم إيهاب، أنت يعني شو كيف تقيم الآن كل هذه الديناميكية السياسية المتغيرة في هذين اليومين؟ بداية دعنا لا ننسى أن الانتخابات سوف تكون أن الانتخابات سوف تكون إن كانت في على أقل تقدير في شهر مارس، فهناك الكفاية من الوقت لنتنياهو وسياسي متمرس الذي بمقدوره أن يغير الصورة لصالحه بنظري حتى شهر مارس. وقد جربنا نتنياهو في مثل هذه الأمور، فلذلك لا أستبعد أن هنالك سوف يكون هنالك ضعضعة في الموازين. انتهى وقته، انتهى وقته. لا أظن ذلك. نتنياهو قوي، نتنياهو لا بديل له، لا يوجد قيادي. أنا لست بصدد الدفاع عنه أبدا، لكن الصورة الموجودة اليوم لا يوجد له أي بديل قيادي سياسي على الساحة السياسية في دولة إسرائيل. نعم أستاذ عادل بدير، هل وفقا للمعلومات لديك، وأنت أيضا ناشط في حركة كرامة ومساواة، يعني وفقا لما يجري لهذه التطورات السياسية، الكل يعني كل أمر متوقع ويمكن أن يكون أيضا مفاجئ، هل القائمة المشتركة تستعد؟ هل هي مستعدة؟ هل هي جاهزة أن تخوض مثل هذه الانتخابات إذا ما تم الإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة؟ أعتقد أنه من القائمة المشتركة يعني كانت تود أن يكون هناك ضغط من أجل يعني إعادة نفس السيناريو الذي كان في الفترة السابقة، وهذه ستكون مصيبة كبرى على الوسط العربي. أنا برأيي القائمة المشتركة لازم كان عندها متسع من الوقت من أجل إيجاد حلول وإيجاد تجديدات وأمور جديدة جدا من أجل إدراج أحزاب جديدة، شخصيات جديدة نسائية. هل هي بحاجة لشخصيات جديدة؟ نعم، لأنه أعتقد الأداء تبعيها كان أداء نضالي على في الكنيست، وليس أداء إداري وتقديم المجتمع العربي بالشكل الصحيح. الوسط العربي بحاجة في الدرجة الأولى أن تكون له كرامة، وأن يكون له حضور في الشارع الوسطي في الوسط العربي وعلى مستوى الدولة، وكذلك أن يكون في اتجاه نوعا ما في اتجاه المساواة، وهذه الأمور تنقصنا كثيرا في هذا المجال. وأعتقد أن هناك شخصيات لامعة وقوية وكبيرة في الوسط العربي تستطيع أن تعطي الأداء. برأيي يجب تغيير تقريبا أكثر من منتصف الأعضاء الكنيسة اللي كانوا في الدورة الحالية. لكن يعني كيف يمكن تغيير هؤلاء الأعضاء اللي موجودين، وأنت تعلم يعني انتخبوا عن طريق برايمرز حزبي؟ لا فيش برايمرز في الوسط العربي، كله لا ليه بالجبهة في برايمرز، بالتجمع في برايمرز، بالحركة الإسلامية في برايمرز. أنا بعتقد أنه أنا نبض الشارع يقول إذا لم يغيروا سيغيرهم الشارع نفسه في الصندوق الانتخابي. وجلال، أنت دائما تنتقد القائمة المشتركة، أنا أتابع يعني تصريحاتك. أنا هل هي مستعدة القائمة المشتركة لسيناريو انتخابات برلمانية مبكرة؟ لا، هي غير مستعدة على عدة أصعدة. الصعيد الأول هون كان يعني ما تقول الخيار الوحيد الذي كان أمام الجمهور العربية. الآن ما يمكن أن تترتب عليه الانتخابات أن تظهر عدة أحزاب أخرى تريد أن تنافس القائمة المشتركة، لأنها
أي أحزاب مثلاً؟ يعني إذا هناك عدة نعم هناك عدة قوى وعدة شخصيات ما زالت لم تشكل أحزاب، ولكن كلها تنظر إلى هذا الرجل المريض المدعو القائمة المشتركة. ليش يعني مريض؟ لأنه مريض، لأنه انظر النزاعات الداخلية بينه وبين بعض، شفنا قضية التناوب، كان فقط قضية التناوب قضية التناوب، ولكن بعد قضية التناوب شو في؟ إنه الثقة الجمهور ما لكن ما في الهدف إنه نقتل القائمة المشتركة. يعني أنا بقول دعني بس أنهي الكلام. القضية هون انه زميلي تكلم عن انه ما يحتاجه المواطن هو الكرامي، ما يحتاجه المواطن هو الانجازات، وبمجال الانجازات والتي وضعتها القائمة المشتركة وضعت قضية العنف لم تحقق شيئا، قضية المسكن وقضية البناء الغير مرخص لم تحقق شيئا. كل المسكن لها مثلا جزء بكل موضوع الخطة الخماسية 922، والنائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة أيضا أتى لهنا وصرح وقال كان لنا هذا التعاون مع اللجنة الخطية والسلطات المحلية. أي تأثير يذكر لأنه 922 كانت بدأت قبل ما القائمة المشتركة تكون. هذه الكذبة حان الوقت انه كمان الاعلام يكشفها. الخطه بدات قبل، ولم يكن للقائمه المشتركه اي تاثير يذكر واي نتيجه لا بالمفاوضات مع نتنياهو. كان في يعني هنا انا بدي اسالك جلال وبدي اخذ راي الاستاذ عادل، كان في هنالك تشريعات لقوانين وحتى قوانين، ويتم وحتى القائمه المشتركه ومن احزاب من القائمه المشتركه يقومون بتعميم هذه البيانات واقتراحات القوانين، وفي يعني حتى اعضاء كنيسه الموجودين في القائمه المشتركه شو بيقولوا؟ بيقولوا للذين ينتقدونهم امثالك اخ جلال انه اذا انت يعني بدك تكون محلنا في الكنيسه تعال شوف الشغل اللي احنا قاعدين بنشتغله داخل البرلمان الاسرائيلي. ولذلك اجيبهم كالتالي، والله عندي برنامج اللي بكشف كل اعمال القائمه المشتركه او عدم اعمالها، وعندي قائمه طويله لاني براقب اللجان الوزاريه، براقب عملهم بالكنيسه، براقب عدم تصويتهم على امور مصيريه، لذلك بدعيهم انا مستعد اجيب اي واحد منهم، وخلينا نكون مفتوح ايش عملوا الاستاذ عادل. شو رايك بالذي يطرحه الاستاذ جلال؟ انا برايي كالتالي، نعم. انا لا اريد ان اكون جلد الذات بالشكل القوي اللي بحكي فيها زميلي جلال، انا بقول كالتالي، هنالك نقص، هنالك تقصير نوعا ما، ولكن في حاجه ماسه لكي يعني نعطيها نوع من الدعم والمعنوي على اساس انه يكون عندنا قائمه مشتركه او براس او براسين انه تطرح طروحات جديده ويكون يعني اكثر فعاليه في التاثير العمل البرلماني. يعني انت لا تتقبل يعني في هنا ينسف يعني جلال، انت من خلال طرحه ينسف القائمه المشتركه. لا 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 يقول لا لا الرجل المريض لم تقم شيئا بشيء، لم انا بقول ولا اي انجاز. احنا اذا بننسف القائمه المشتركه احنا ننسف انفسنا. نعم. واحنا لا نريد ان ننسف انفسنا. لا وافقك. دعنا لا ننسى، اولا انا لا اشكك بنوايا القائمه المشتركه، لكن اشكك بنهجها وطريقها طريقه عملها. أنا أعلم أن نواياها هي تريد الأفضل للمجتمع العربي، لا شك في ذلك، لكن الطريق التي أخذته القائمة المشتركة أثبت أن لا 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 ينفع أن نكرر ذات الأساليب، ذات الطروحات، ذات الأجندات في مع مشاكل أخرى نواجهها اليوم. كما ذكر صديق هنا الأخ جلال، نحن نواجه الكثير من الأمور، العنف، قضية العنف هي على سلم أولوياتنا، التربية والتعليم، لدينا مشاكل كثيرة في التربية والتعليم. طيب حلو، مشاكل يعني كل هذه ليس دفاعا عن القائمة المشتركة، ولكن القائمة المشتركة أيضا يعني المندوبين وأعضاء الكنيسة شو يقولوا؟ يا عمي نحن لا نعمل في فراغ، في عندنا لجنة المتابعة، في عندنا اللجنة القطرية، وإذا كنت تذكر أيضا قضية التربية والتعليم، في عندنا المدارس، في عندنا الأهل، في عندنا النسيج المجتمعي، في عندنا جمعيات. يعني بدهم يجوا يقولوا ليه بتحملونا احنا فوق طاقتنا؟ نحن لا نحمل فوق طاقتنا. انا كمان بضيف الشيخ شغله واحد، انه برضه القائمه المشتركه بتعمل في الكنيسه الاسرائيليه، والكنيسه الاسرائيليه كنيسه برلمان صعب جدا، يعني هناك في اليمين، في المتدينين، في كذا، يعني الامور مش سهله. انا ما بدي اقول انه يعني انا ما بعطيهم مش الاعذار، ولكن بقول انه في صعوبات جدا قويه تحديدا في التركيب بتاعت الكنيسه الاسرائيليه. تحديدا هو اردت منه موقف في شهر 8، لقد واجهنا قانون القوميه، لقد كنا نتوقع منهم ان يعطونا موقف مشرف الذي يلبي حاجيات وتطلعات المجتمع العربي. مثلاً الاستقالة، أنا كنت مع الاستقالة سنة يكرسون فيها العمل الميداني سنة. أنت كان ممكن أديت أعضاء الكنيسة الاستقالة لمدة سنة. في أسوأ حال كانت الانتخابات كانت ستجري في شهر نوفمبر 2019 في أسوأ حال. لا يوجد لدي مشكل أن يعيدوا ترشيح أنفسهم في انتخابات 2019، لكن هنالك كان تسجيل موقف، كان يجب عليهم أن يسجلوا موقف، نحن لن نستمر، سوف نعمل كل ما بأيدينا، سنستقيل 120 من مركبات القائمة المشتركة. خليكم معي إذا في إمكانية، نخرج الآن لفاصل من ثم نعود
ونواصل مع كل ما يجري في الساحة السياسية. استقالة فيكتور ليبرمان وزير الأمن السابق، هل هذا سيؤدي لانتخابات برلمانية مبكرة وانعكاس ذلك على القائمة المشتركة؟ نخرج لفاصل من ثم نعود ونواصل. نعم، عدنا من الفاصل بعد استقالة وزير الأمن الإسرائيلي فيكتور ليبرمان. إذن الحلبة السياسية تتفاعل، وزير الداخلية وزير المالية أيضا يضغطان على رئيس الحكومة لتعيين موعد لانتخابات برلمانية مبكرة. هل سيكون ذلك تأثير على استعدادات القائمة المشتركة لانتخابات مبكرة ربما؟ إذن الإعلامي المحامي جلال أيوب، هل القائمة بحال تم الإعلان على انتخابات مبكرة بكل حال من الأحوال، هل باعتقادك القائمة المشتركة بغض النظر عن الانتقادات التي أنت توجهها، هل ستستمر بنفس التركيبة أم نحن سنكون أمام قائمتين أو ربما أكثر منفصلتين؟ أنا أنظر إلى المؤشرات. المؤشر الأول هو ما جرى بين النائب الطيبي والحركة العربية للتغيير وبين لجنة الوفاق. هذا المؤشر الأول على عدم وجود ثقة مع لجنة الوفاق. اثنين، قضية النائب الطيبي وتصريحات علي سلام أنه سيدعم أو أنه النائب الطيبي دعم علي سلام. طبعا ما شفناهاش هي قبل الانتخابات، شفناها فجأة برزت بعد الانتخابات، وكأنه انتظر كسياسي طبعا يعلم ما يفعله، يريد فهم إلى أين تتجه الرياح. فلا أستغرب إذا كان النائب الطيبي يشكل نوع من الحزب الآخر. أنت تشعر هذه المتحرك من هذا النوع؟ وأيضا أنت رأيت أيضا نشر عندكم أيضا في بانت قضية نحن نرى أن النائب الطيبي الآن يتوجه لرؤساء المجالس، وطبعا نشاهد الفيديوهات التي تمجد دور النائب الطيبي وغيره. السؤال طبعا هذا هو نوع من التحرك نحو يعني أمر جديد، وهذا ما يبرز من المؤشرات الآن. وأنت ماذا تقول أستاذ عادل؟ أنا النائب الطيبي من يعني 30 سنة موجود في الكنيسة، ولا مرة لم يذهب مستقل بشكل يعني مستقل في الانتخابات، ولكن كانت ورقة ضاغطة من أجل أن يعني يأخذ موقع مهم جدا في المشتركة. لا يعني لا أريد أن أبالغ في هذا الموضوع، ولكن بقول إنه الواقع أقوى من أي سياسة ومن أي أمور معينة. وما هو الواقع؟ الواقع بكون إنه بكون إذا في هنالك قوة اللي تكون تدخل نسبة الحسم سيكون هنالك بديل، ولكن إذا البديل اللي كان طرحت يعني في قوائم اللي بدها تطرح نفسها منها كرامة سواء من الحزب العربي منها أحزاب شخصيات اللي تريد أن ترى أكثر من قائمة، إذا كان هناك يعني الاستطلاعات الرأي تعطي بأنها تتمر نسبة الحسم. أنت تقول يعني هذه الأحزاب يعني كرامة ومساواة، الحزب الديمقراطي العربي أو حتى أحزاب أخرى يعني الحزب القومي العربي أيضا، أنت بتقول ممكن علي سلام أنت بتلاحظ لا بس أنت بتقول إنه ممكن أن تجتمع في يعني فيما بين على قاسم مشترك وتخوض الانتخابات في حالة إنه برضو ممكن أن تنفصل جزء من الأحزاب من المشتركة وتنضم إلى هذا. في طرح اللي بيقول أستاذ إيهاب جبرين إنه اللي بفتش على القائمة المشتركة وبيطلع من القائمة المشتركة أصوات محروقة، شو رأيك؟ تعال أنا بدي أسأل سؤال آخر. السؤال شو بده الشارع؟ تعال نترجم شو بده الشارع بالضبط. الانتخابات الأخيرة، انتخابات السلطات المحلية، أثبتت إنه الشارع متعطش للتغيير. حتى القوائم الصغيرة الشبابية المستقلة، هي ممكن الكل هنا يوافقني معي، حتى التي لم تدخل إلى نسبة الحسم لكنها قاربت بأصوات جدا جدا ضئيلة من إنها تكون عضو، إنها تأخذ كرسي العضوية في المجالس المحلية. هذا دليل في بصيص أمل إنه كثير مؤشر. تعال لا ننسى كمان إنه أغلب المصوتين في عنا 20-30% من الأصوات هن أجيالهم تقريبا من سنة 2000 فما فوق، الأجيال اللي هي أول مرة بتصوت، هي أجيال اللي ما حداش ما يخدها بعين الاعتبار. هذول بحاجة لمركبات جديدة، هذول متعطشين لتغيير. أنا أؤمن أن هنالك، وترجمة لما رأيناه في انتخابات السلطات المحلية، نحن هنالك مكان لإطار سياسي جديد سوسيو إيكونومي اجتماعي اقتصادي. إيش يعني إطار سياسي جديد؟ حزب جديد اللي حزب ينافس القائمة المشتركة أيضا. لا ينافس القائمة المشتركة. ليه؟ ما القائمة المشتركة يمكن تكون موجودة بنفس التركيبة. طرحه يختلف عن طرح القائمة المشتركة ولا ينافس القائمة. أنت المشتركة. مع إنه يكون. حلو. أنت مع إنه يكون مثلاً أخرى قائمة أو ثلاث. ليس على نفس الأصوات. أستاذ إيهاب. أنت مع إنه يكون قائمة إضافية. سيعني القائمة. أنا مع. سيكتسح القائمة. كيف لأن الرجل المريض القائم المشترك الآن هي فقط الخيار الوحيد.
إذا بالضبط. أعطيت للجمهور والجمهور متعطش للتغيير لا يريد أن يرى هذه الشخصيات. انظر العريضة استجل نعم. شوي شو يعني لا يرى هذه الشخصيات؟ يعني أنت الآن في هنالك مراهنة اللي هي كبيرة وخطيرة. ليش؟ هنالك من سيقول يعني من ستحضر حتى يمثل المجتمع العربي؟ أنت في عندك بغض النظر الآن عن التفاوت في الكفاءات نعم. والمهارات، ولكن في عندك أيضا أشخاص أصحاب خبرات وكفاءات وتجربة كبيرة في العمل البرلماني والعمل التشريعي، قسم منهم حقوقيين، قسم منهم محامين، قسم منهم شعبيين، قسم منهم اجتماعيين. مين بدك تجيب؟ بدك تجيب محلين؟ كل هدول المقربين من القائمة المشتركة ما يدروش على عريضة ضد قانون القوميين إن يجمعوا أكثر من 3000 واحد لما كانوا مخصصين على 20,000. لذلك لا تبالغوا بقوة القائم المشتركي. القائم المشتركي الرجل المريض لو كان هناك الآن خيار مبني على كوادر شبابية وعلى فكر آخر لاكتسحت القائم المشتركي ولانتهت. أقلقت أنا بس أخذ رأيك أستاذ عادل باي بقضية أوكي. يعني هنا يعني يعمم الأستاذ جلال إنه الرجل المريض في شخصيات في شخصيات اللي عنده هذه التجربة في العمل البرلماني. بس إيش إنك تيجي وتقول زيها على جنب مرة واحدة؟ أنا لست من الثورات اللي مبغتها وثبت فشلها في الوسط في العالم العربي أكمل إنه عملنا ثورات ومش عارفين إيش بدنا نعمل. أنا مع التغيير الجزئي منه يكون الكوادر المنيحة في القائمة المشتركة أن تستمر مع إيجاد بديل ثاني. يعني أنه يكون القائمة المشتركة برضو لا تعرف أنه هناك في نوع من الخوف عليها أنها إذا لم تعمل عملها بشكل جيد سوف تندحر ويدخل محلها كوادر ثانية. أنا لا أخاف من التغيير. هناك كوادر وطاقات في المجتمع العربي تفوق بعشرات الأضعاف. يعني أنا بفهم أستاذ عادل أنت مع القائمة المشتركة ولكن بإدخال دم جديد دم شبابي ضمن هذا العنوان اللي هو القائمة المشتركة. لا يعني لا أنكر وأريد أن تكون هناك قائمة منافسة لأنه التنافس يولد ناجح. نعم أنا أخلاقني أولا أنك اختصرت 1,200,000 مواطن في 15 شخصية. هناك الكثير من الكوادر التي لم تحصل على الحيز حيزها من العمل البرلماني والعمل السياسي اصلا، فهنالك مجال نعطيهم الساحه. هذا واحد. اثنان وهو اهم بنظري، انا لا انادي لمنافسه القائمه المشتركه، انا انادي لاصوات التي لا تصوت اصلا لنوديها للحلبه لتصوت. نعم خليكم معي اذا في امكانيه. اذا ننتقل الان الى مدينه سخنين. رئيس لجنه الحج والعمرة سليم شلاطة يصرح لم نتلقى بعد أي رد حول قرار منع من تأشيرات دخول للحجاج والمعتمرين للديار الحجازية. الحاج سليم شلاطة مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحاج سليم شلاطة، إذن هل من جديد حول قرار منح تأشيرة دخول للحجاج والمعتمرين حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لحد هاي اللحظة لحد هاي الساعة يعني قبل حتى نص ساعة كان في اتصال مع وزارة الأوقاف، لحد إسا إشي رسمي ما في ولا إشي. بس خلينا نقول إحنا الأمور يعني منطمن إنه بالطريق إلى الحل. يعني مصادر يعني خلينا نقول من كل الإخوة عن طريق وزارة الأوقاف الأردنية أو عن طريق كل الأشخاص اللي تدخلوا بطمنوا إنه في خلال إن شاء الله أسبوع 10 أيام بتكون المشكلة انحلت بمشيئة الله. هذا أملنا. نعم هذا هو الأمل. أنا سؤالي لك أيضا الحاج سليم شلاطة، يعني في مثل هذه الحالات في يعني نحن نتحدث عن معتمرين، آلاف المعتمرين وآلاف الحجاج، هل من قيادة الجمهور العربي من يساعد على القيام بهذه الاتصالات مع المملكة الأردنية الهاشمية أو مع المملكة العربية السعودية بهذا الموضوع الذي يخص الحج والعمرة؟ نعم نعم نعم، كل الإخوة كل القيادات الموجودة عندنا على المستوى المحلي، إن كان من رئيس لجنة المتابعة إلى أعضاء الكنيسة، كل الإخوة يعني بدون خلينا نقول ذكر أسماء، كل القوائم على مستوى الأحزاب يعني قاموا واتصلوا ووصلوا عمان وحكوا، واللي يعني أي إنسان بيقدر يصل أي موقع وصلوا. نعم الحاج سليم شلاطة، هل هنالك احتمال، أنا بسألك وأنت يعني من خلال اتصالاتك مع كل الجهات أنت يمكن أن تشعر، هل هنالك احتمال بأنه هذا قرار سياسي وبالتالي
القرار السياسي سيترجم بمنح هذه التأشيرة، ولكن عن طريق مطار بن غوريون، عن طريق جواز السفر الإسرائيلي. أخرى مرة بحكي وبكرر اللي قلته قبل 3 أو 4 أيام أو 5 أيام، إنه إحنا خلينا نقول السياسي ما منتدخل فيها، في ناس اللي هن بيشتغلوا بالسياسي، اللي هن البرلمانيين، اللي هن بيقدروا يجاوبوا، بس إحنا ما في عنا لحد هاي الدقيقة كمان مرة وبشدد وبركز على هذا الموضوع إشي رسمي، لا على مستوى محلي ولا على مستوى خلينا نقول خارجي كوزارة أوقاف أو حتى الاتصالات الخلق الجانبية اللي إلنا في السعودية، إنه وصلنا خبر من هذا النوع. وهذا الأمر أبدا أبدا منفي، ما فيش عنا رسم إشي رسمي أبدا إلا اللي نشر عن طريق الجريدة أو عن طريق المراسل اللي حكى هذا الحكي. والجهود اللي إحنا اليوم كل الإخوة اللي بيقوموا فيها هي على أساس على نفس الطريقة اللي إحنا سافرنا فيها، نكمل نسافر فيها في نفس الطريقة اللي هي من 1978 حتى اليوم. يعني أنا سؤالي هذا، أكيد هذا السؤال يعني وجه أيضا من إخوتنا من المعتمرين المعتمرات الحجاج والحجات. أنا سؤالي لك الحاج سليم شلعطة، يعني ما فيش هذا السؤال إنه لما الآن، ليش إسا، لماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن، شو السيري؟ احنا انا ما عندي جواب على هذا السؤال، انا ما بقدر اجاوب على هذا السؤال ابدا، لانه قلت انت في البداية انه هذا اللي خلينا نقول الخبر او اللي نشر او اللي زي ما قال تحت الابصر وين ممكن يكون اشياء سياسية احنا ما بنعرف فيها وما عندنا معلومة عنها. نعم، سؤال أخير الحاج سليم شلعطة، إذا ماذا يكون جوابكم للمعتمرين اللي المفروض أنه يطلعوا لعمرة الشتاء وحتى الآن فيش جواب بالنسبة لإلهن؟ شو بتطرح نعم عليهم؟ لا شو جواب إحنا, 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 على إحنا على اتصال يومي مع كل المندوبين في كل بلاد، ومنطمنين أنه الأمور ماشي إن شاء الله في الاتجاه الصحيح، ولحد هذا التاريخ ولحد 24-25-11 إذا أجا أي خبر إن شاء الله إيجابي رايحين يطلعوا كل المعتمرين في المواعيد اللي محددة إلهن من شهر وشهرين، لأن أمورنا جاهزة، بس يعني نأخذ لحظة يعني إشارة إنه الأمور خلص انتهت وسمحوا الأمور عندنا إن شاء الله بتكون جاهزة وماشي بمشيئة الله، ومنطمنين أنه يظل نفس المواعيد ونفس التواريخ. نعم، الحاج سليم شلعطة رئيس لجنة الحج والعمرة لمسلمي 48، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. شكرا الله، شكرا عليكم، السلام عليكم. ونعود لموضوع الانتخابات والتحضيرات، إذا كان في هنالك انتخابات برلمانية مبكرة. أنا بس سؤالي لك الأستاذ عادل بدير، هل سيكون هنالك تأثير، أنا معي دقيقة ونص تقريبا، هل سيكون هنالك تأثير لنتائج انتخابات السلطات المحلية العربية حتى بموضوع القائمة المشتركة؟ بالتأكيد، بكل تأكيد سيكون بذلك، لأن هناك معطيات، وكل سياسي وكل من يعمل في هذا المجال يجب أن يستخلص العبر مما حدث في السلطات المحلية وكيف يتم استثمار هذه القوة والنشاطات من قوائم شبابية، من أفكار جديدة، من تحركات جديدة، من تغييرات. احنا لاحظنا أن هناك تغيير كبير في رؤساء الحاليين اللي كانوا موجودين، وعلى رأسهم أخي وزميلي وصديقي مازن غنايم في سخنين، الذي هو رئيس السلطات العربية في اللجنة القطرية. لذلك أنا أرى أن هنالك المتغيرات، إذا لم تغير سوف يغيروا. شكرا جزيلا لكم. إيش 10 ثواني انتهى الوقت، ولهذا السبب قامت الطيبة بتبني بعض المرشحين. شكرا جزيلا لكم، نخرج الآن لفاصل، من ثم نعود نواصل، وسنواصل أيضا مع المواضيع التي تتعلق بالسياسة، وسنكون أيضا مع إضراب المعلمين في ثانوية تكسال والذين يطالبون بتلقي الرواتب. ابقوا معنا. نعم، عدنا من الفاصل ونبقى في الموضوع السياسي. هل استقالة أفيغدور ليبرمان أدت إلى ضجة كبيرة في الحلبة السياسية؟ من سيطالب بملف وزارة الأمن؟ كيف يمكن لرئيس الحكومة أن يدير الحكومة من خلال حكومة ضيقة فقط 61 عضو كنيست؟ ولماذا تراجع الليكود حسب الاستطلاع الأخير؟
معي هنا في برنامج هذا اليوم نفتالي بن سيمون مرشح للكنيسة عن الليكود مايا شبعات هيت باتروتو شيل أفيكدور ليبرمان سارة بتخول شعفار هم كيامين متخين بينه لبين ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולמה נסוגה מפלגת הליכוד לפי הסקרים האחרונים, והאם אנחנו לקראת בחירות מוקדמות. יחד איתי כאן בתוכנית היום הזה, בערוץ הלוויין על הטבעי, מר נפתלי בן סימון, מועמד הליכוד, בפריימרס של הליכוד לכנסת. מר נפתלי בן סימון, ערב טוב. ערב טוב, ואני שמח להתארח שוב כאן אצלך. שלום, שלום, ברוכים הבאים תמיד נפתלי, ויש לך את החוש הזה, החוש הפוליטי גם כן, לומר לנו האם אנחנו הולכים לקראת בחירות מוקדמות. אני חושב שאת התשובה אנחנו נקבל מחר אחרי הפגישה של נתניהו עם בנט. לעניות דעתי ולפי כל מה שאני רואה באנרגיות הפוליטיות שיש בכנסת, אין מנוס שראש הממשלה יודיע על בחירות מוקדמות. לטעמי לא יעלה על הדעת מנקודת מבטי. כן. שבנט יקבל פרס ניחומים על זה שהוא רוצה להיות שר ביטחון. אתיק הביטחון. אתיק הביטחון. זה, הוא לא מתאים לזה. זה תיק שאו שראש הממשלה מודיע לבנט, שזה תיק שנשאר בליכוד, ועד סוף הקדנציה הוא מבקש ממשלה יציבה, ואם לא, אז כנראה שאין ברירה אלא ללכת לבחירות מוקדמות, אבל בהחלט לא מצב שבו אנחנו, תיק הביטחון הוא תיק שככה עובר מכמו איזה... זה התיק הכי רגיש. זה תיק רגיש, זה תיק חשוב, זה תיק שדורש אחריות הרבה יותר כבדה ממה שאנחנו משערים, ואנחנו רואים את הסיטואציה הביטחונית הן בצפון והן בדרום, ולכן אני חושב, ואני הייתי מצפה, שראש הממשלה יאמר לשר בנט, עם כל הכבוד, תישאר בחינוך, תשאיר לנו את הביטחון בידיים. עכשיו אני חוזר אחורה ואני רוצה לשאול אותך על פשר ההחלטה של חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שר הביטחון לשעבר. למה הוא החליט החלטה קריטית כזו בתקופה הזו? תראה, מה שקרה בעזה בשבוע האחרון היה חריג בכל קנה מידה. הן במספר הרקטות, הן בתגובה והן ב... יש איזה משהו שקורה בין ראש הממשלה מבחינה מקרו-מדינית עם סעודיה, הציר הסוני וארצות הברית, וליברמן כנראה מרגיש שהוא לא מאמין לציר הזה. אני חושב שראש הממשלה לקח את כל השיקולים הרחבים והחליט מה שהחליט לגבי הפסקת האש. אני חושב שליברמן עשה טוב שהוא התפטר, כי הוא לא יכול לבוא ולדרוש מכה חזקה כשאין לנו אסטרטגיה, או כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. אז נכון לעכשיו, מדינת ישראל עושה את כל השיקולים, אנחנו חיים בעולם גלובלי, יש המון רגישויות בינלאומיות, יש סדרי עדיפויות, ומה שקרה בעזה היה חמור ביותר מבחינתנו כאזרחים ישראלים, אבל ברגע שהוחלט על הפסקת אש, על השר ליברמן היה לכבד את זה. מהרגע שהוא לא כיבד את זה, אז אין מנוס מההתפטרות שלו. והשאלה שנשאלת גם כן מר נפתלי בן סימון, במרץ הסקרים נבאו למפלגת הליכוד 35 מנדטים, ואתה זוכר, מאז מרץ עד היום הזה, הסקר האחרון, כפי שפורסם גם כן על ידי מן הצמח, היא מנבא למפלגת הליכוד 29 מנדטים, כנראה ההצהרה של... על ההתפטרות של אביגדור ליברמן גרמה לנסיגה למפלגת הליכוד. האם יש חשש לחברי הכנסת, לפעילים בליכוד, זו מגמה, שהמגמה מתמשכת מאז מרץ עד היום הזה, יש ירידה של 6 מנדטים. אוקיי, זה במספרים, אתה מצטט את זה נכון, אבל תסתכל על זה גם בצורה אחרת. אם אחרי שבוע מאוד קשה לממשלה ולראש הממשלה נתניהו מבחינת האווירה הציבורית ומה שקרה בעזה. אנחנו מקבלים 29 מנדטים. זה אומר שהציבור א', הוא מאמין בתנועת הליכוד ובדרך שלה, וב', אם יש איזשהו כעס, הכעס הזה יחלוף ואנחנו נחזור למספרים הרגילים. אני מאוד מקווה ואני מאמין שהמצב ישתפר, כי בסופו של דבר בלעל, אנחנו מסתכלים על לנהל מדינה
אסטרטגיה מול מדינות העולם, מול הטרור, מול כל מיני דברים כאלה, נדרשת פה אחריות עצומה. ראש הממשלה נתניהו בשנים האחרונות מנהל מדיניות שהיא מאופקת, מתונה, וגם אחראית כלפי גאה, כלפי שאלה, זה. ולכן, 29 לי... עכשיו, כן, הרגע, זה לא רע. אני לא סיימתי, 29. אומנם, במידה, כן. ואתה יודע, אתה יודע מה אני הולך לשאול. ובמידה, והאלוף בני גנץ, שהוא כן. הרמטכ"ל לשעבר, יתמודד לכנסת, הוא יקבל 15 מנדטים, כן. הוא ינגוס ממפלגת הליכוד, והליכוד יעמוד על 24 מנדטים. יש חשש בצירים המרכזיים של הליכוד שבני גנץ ירוץ לכנסת? תראי, אנחנו לא פוחדים לא מבני גנץ ולא מיאיר לפיד ולא מאבי גבאי ולא מאף אחד. בני גנץ בשבילי זה סוג של מפעל הפיס, שהאם המספר הזוכה היום הוא 15, מחר הוא 7, עוד שבוע הוא 8, ואחרי זה פתאום הוא יהיה מספר 2 של אורלי לוי, ואולי מספר 3 של יאיר לפיד. זה מאוד מוקדם, בלאל. כן. זה מאוד מוקדם. זה לפי הסקרים, נפתלי, זה לא ממני. עזוב את הסקרים. זה הסקרים. הסקרים עכשיו זה כמו שאתה עושה את הרולטה הזאת. עזוב אותה. עזוב את הסקרים. אני אומר לך, בסופו של דבר הציבור קם בבוקר ואומר, אוקיי, האם ראש הממשלה, כשהוא החליט על הפסקת האש, הוא לקח שיקולים רחבים, או שמה אנחנו נמצאים בסכנה? ואני אומר לך שרוב הציבור מבין שגם אם אנחנו נפגענו, וגם אם אנחנו, מה שנקרא, הכבוד שלנו נפגע, וההרתעה שלנו קצת נפגעה, עדיין צהל הוא צבא חזק מאוד, וראש הממשלה מותר לו לפעמים לקחת שיקולים לא הכי פופולריים. עכשיו, לאחר ששר הפנים אריה דרעי, וגם כן שר האוצר משה כחלון, דורשים בחירות. דורשים בחירות. שאלה אחרונה, תן לי מועד לבחירות. תראה, אם יהיו בחירות, לפי השערה שלך. לפי השערה שלי, זה יהיה לפני אפריל. לפני אפריל. לפני אפריל. זה אולי מרץ. זה אולי מרץ. לא ינואר. לא, זה מוקדם מדי. מוקדם. אז במרץ, עד מרץ. עד מרץ לדעתי, ואם מחר ראש הממשלה יאמר לבנט, אדוני הנכבד, אתה מתאים לתיק החינוך, כן. ותשאיר לנו את הביטחון, זה מה שצריך לקרות. תודה רבה, מר נפתלי בן סימון, המועמד בפריימריז הליכוד לכנסת. תודה רבה. תודה. תישאר איתי. נעם ונעוד אלה المواضيع التربوية وقضايا المعلمين. المعلمون في ثانوية اكسال يشرعون بإضراب مفتوح ويطالبون بتلقي الرواتب معي هنا في برنامج هذا اليوم المحامي باسل دراوشي القائم بأعمال حتى هذه اللحظة رئيس المجلس المحلي في اكسال وسيحدثنا عن هذا الموضوع وأيضا كيف سينهي ولايته في المجلس المحامي باسل دراوشي. مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. نعم، ما هي القصة؟ هل من جديد بموضوع الإضراب المفتوح للمعلمين في ثانوية اكسال والمطلب القائم بضرورة تلقي الرواتب؟ يعني خلال ساعات الصباح تم إنهاء الموضوع وتم دفع رواتب المعلمين. الموضوع أريد أن أؤكد وأنوه، الموضوع ليس بموضوع خلاف مالي أو تقصير من جهة المجلس المحلي في دفع الرواتب من ناحية مالية. المعاشات والرواتب موجودة في حساب البنك للمجلس، وضع المجلس ممتاز من ناحية مالية، ولكن ما حصل هو خلاف حول الملاك لهذه المدرسة أو تلك المدرسة، حول الأساس المدارس الثانوية. لدينا مدرستين ثانويتين، هناك تضخم في نسبة الوظيفة. هذا الأمر أدى إلى أنه إحنا إعادة النظر في دفع الرواتب حتى لا يسبب عجز مالي للمجلس المحلي. هذا من خلال عملنا كإدارة مجلس محلي حريصة على تسليم الإدارة الجديدة مجلس محلي معافى. أدى الميزانية اللي خليتوها الآن بعد يعني نحن نترك انتهاء الولاية، يعني في الأسبوع القادم سنسلم الأخ محمد شلبي رئيس المجلس المنتخب والإدارة الجديدة المجلس المحلي في مشاريع بعشرات الملايين الشواقل. عندنا مشاريع جاهزة مع رصد ميزانيات موجودة جاهزة، مع مخططات، مع مناقصات، مع قسم منها مقاولين فازوا في المناقصات، وكل هذه مشاريع بعشرات الملايين الشواكل جاهزة لاستلامها. نتمنى الأخ أبو الرافع والإدارة الجديدة أن يكملوا. ولا بد من السؤال الشخصي لك، وأنت دائما ضيفنا، وأهلا وسهلا بك هنا في برنامج هذا اليوم على مدار يعني السنوات. وأنا سؤالي لك أستاذ باسل،
وشخصي، ماذا اكتسبت من هذه التجربة كقائم بأعمال رئيس مجلس محلي أنت بشكل شخصي؟ يعني عندما تكون في منصب نائب رئيس مجلس محلي أنت ترى مشاكل الناس من قريب من خلال موقعك كقائم بأعمال رئيس مجلس، تتواصل بشكل يومي مع المواطن، هموم المواطن، هموم المواطن، تبدأ من عدم إزالة برميل القمامة من باب بيته وصولا بمشاكل تعليمية، مشاكل العمار ومشاكل قسام البناء، وهم المواطن. أنت تعيش يوما بيوما مع المواطن وتعرف ما ينقصه وما هو بحاجته وكل مشاكل. خليني أسألك موضوع رؤساء المجالس ومن تجربتك ومرافقتك لهذا الموضوع، لمن يعني قضية رئاسة مجلس محلي أو رئاسة بلدية هي وجع راس، ما هي وجع راس صحيح. والرئيس بنمش، كيف هو بقول، هو بصرح أنه أنا بنمش وبيتي مفتوح وتلفوني مفتوح 24 ساعة، ليش بيروحوا معناها لهذا المنصب إذا هي وجع راس؟ يعني إذا كل، ليش الكل بتقاتل عليها؟ إذا الكل بده يترك هذا المنصب، من سيحمل هذه الأمانة؟ من سيسير؟ من سيخدم البلد؟ إذا كل واحد يقول أنا ما بدي أخدم. بس التلهف، ألا تعتقد في تلهف بالانتخابات على هذا المنصب؟ يعني هناك تلهف الوسط العربي، مثل ما هناك تلهف في الكنيسة والانتخابات الاستدروت والمجالس المحلية، تأخذ زخم من نوع آخر حتى يكون إنه من سيكون رئيس السلطة المحلية. طبعا السلطة المحلية هناك موارد داخل هذه السلطة المحلية، إذا أديرت بشكل صحيح أنت بإمكانك أن تقدم الأفضل لسكان بلدتك جميعا بدون اختلاف لا في العائلة ولا في الدين ولا في اللون ولا في الشكل. أنت بإمكانك هناك أنا أقول منافسة على تقديم الأفضل في إكسال. أنا أقول الحمد لله مررنا معركة في منافسة انتخابية كانت من الأفضل في الوسط العربي. تم تسليم الإدارة الجديدة، الرئيس المنتخب زار المجلس المحلي وتبادل الورود مع الرئيس الأخ عبد السلام دراوشي، وأجواء طيبة. هنالك البعض ممن يحاول استغلال موضوع دفع الرواتب. أنت يعني انتهت هذه القضية منشان أنهي؟ هذه القضية انتهت من ورائنا، نحن نسلم الإدارة الجديدة. المعلمين راجعين كل شيء تمام. المعلمين اليوم يعني كان قسم عندنا مدرستين ثانويات، مدرسة اللي أضربت ومدرسة لم تضرب. نعم. خلال ساعة الظهيرة تم تحويل المعاشات بموجب الملاك المصادق عليه من وزارة المعارف. ما زال هناك ما يتم عمله بخصوص ملاك المدرسة وتخفيض الساعات الإضافية الموجودة، هذا عمل تقوم به إدارة المجلس الحالية وإدارة المجلس التي ستأتي بعمل مشترك مع مدراء المدارس. نعم. ومدير قسم المعارف. باعتقادي أنه هنالك ضرورة للتعاون ما بين الإدارات المجالس، من الإدارة الحالية مع الإدارة المستقبلية، حتى يخرج البلد وتسلم. سنتابع كل هذه الموضوعات معك المحامي باسل دراوشي القائم بأعمال رئيس مجلس المحلي في إكسال. أنت المنتهية ولايته، نصير نقول سابقا أهلا وسهلا بك دائما. نخرج الآن لفاصل، من ثم نعود ونواصل وسنرجع ثانية لسخنين، ولكن بموضوع يتعلق بقانون الولاء بالثقافة. كونوا معنا. عدنا من الفاصل. هل يحد قانون الولاء بالثقافة من النشاطات الثقافية والفنية والمسرحية في البلدات العربية؟ ننتقل بالصوت والصورة مباشرة إلى مدينة سخنين للتحدث مع رسام الكاريكاتير دكتور سعيد النهري. دكتور سعيد مساء الخير. مساء الأنوار على أخ بلال. نعم دكتور سعيد، إذن قانون الولاء بالثقافة أثيرت ضجة حول هذا القانون، والسؤال نعم سؤال شامل وعام، كيف يمكن أن يحد هذا القانون من الفعاليات الفنية المسرحية الكاريكاتيرية حتى وفقا لوجهة نظرك؟ حسب رأيي يعني ومن خلال تجربي اللي عايشناها في السنوات الماضية، لا يمكن لأي قانون مهما كان مجحف في حقنا كفنانين وأدباء وشعراء وكتاب أن يوقفنا في عن حرية التعبير عن الرأي، لسبب واحد، لأنه احنا بنشعر في انتماء لشعبنا زي ما انه هن بشعروا في انتماء لشعب، ولا يمكن ان نفرط في ثقافتنا وانتمائنا للغتنا وهويتنا. نعم دكتور سعيد، الان انت تعلم بعد الانتخابات تم انتخاب رؤساء سلطات محلية سواء بالجولة الاولى او الجولة الثانية، هل من مسؤولية ملقاة على عاتقهم بالحفاظ على التراث الثقافي الفني المسرحي السينمائي حتى؟
طبعا لا يعفى رئيس أي سلطة محلية أو أي مؤسسة في داخل البلاد من هاي المسؤولية. وبالذات اليوم أوجه ندائي لكل رؤساء السلطات المحلية المنتخبين حديثا أو المعاد انتخابهم أن يكفوا عن التفكير فقط في الكركار والحجارة الشك والزفتي. إجا الوقت اللي نفكر في بناء الإنسان روحانيا فنيا ثقافيا، وعندنا مبدعين اللي ممكن أنه يعطوا الكثير في داخل بلدات العربية حتى تظهر بالشكل اللائق. إضافي اليوم كلمتي كمان موجهة للأهالي، إحنا أخذنا على حين بغتة من قضية التقدم التكنولوجي ونزل علينا كالصاعقة، مش عارفين نتصرف مع قضية الآيفون والتلفون كل الأجهزة الذكية الموجودة اليوم، فإحنا في ضياع. إجا الوقت اللي نرجع للكتاب، نرجع لثقافتنا، نرجع لانتمائنا الثقافي والحضاري كأمة عربية اللي ربنا أول كلمة أنزلها في القرآن اقرأ، وأنزل إلنا أيضا نون والقلم وما يسطرون. فإجا الوقت أنه نرجع لعروبتنا وتعريب لغتنا العربية وثقافتنا وهويتنا. مسؤولية رؤساء المجالس والبلديات ما يستثنوا أي إنسان ممكن أنه يعطي من خلال التمثال، من خلال الجدارية، من خلال فعاليات اللي توعي الجيل الجديد على قضية وانتماء وحب لبلد من خلال الفن. نعم دكتور سعيد النهري رسام الكاريكاتير، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك، ودائما سنتواصل معك، شكرا. العفو. وننتقل لموضوع آخر يتعلق بحملة السلطة الوطنية للأمن على الطرق لمنع استعمال الهواتف الخلوية لمكافحة حوادث الطرق. هذه الحملة التي أطلقتها السلطة الوطنية للأمان على الطرق، هل هنالك معطيات حول الحوادث التي كان سببها استعمال الهاتف الخلوي بأي شكل من الأشكال؟ معي هنا في برنامج هذا اليوم مقبول نصار، مديرة قسم الإعلام والتوعية في السلطة الوطنية للأمان على الطرق. أخت مقبولة مساء الخير. يعطيك العافية. الله يعافيك. بداية فلنشاهد هذا الفيديو، فيديو الحملة لمكافحة حوادث الطرق منعا لاستعمال الهواتف الخلوية. إذن فلنشاهد هذا الفيديو، وفيه رسالة للمجتمع العربي وللبلاد عامة، للشباب للشابات للجميع، في موضوع استعمالات الهواتف الخلوية أثناء السياقة، فلنشاهد معا. سيقل تليفوني حدي بطنطن عم بطلب ردي، شو بده يكون؟ أكيد جروب صحباتي علقان بنفس النقاشات، متخيلتن معي بالسيارة هني قعدات، عرس قريب حسي ما عندي صحبات، ليش وانت احنا قلنا مش فضيات، واو دراما وين ايموجي كمان جات، على ما يبدو لازم اتدخل، لا انتي سايقة ولا ايش سايا أجلي. على شو مستعجلي؟ استعمال الهاتف الخلوي بيزيد من احتمال وقوع حادث بعشر مرات. بنجاوب بعد ما نوصل. السلطة الوطنية للأمان على الطرق. فيديو الحملة التي أطلقتها السلطة الوطنية للأمان على الطرق، فيديو مميز. حبيته؟ أنا حبيته. في كمان فيديو مبين؟ للشباب. في فيديو للشباب. تم استثمار العديد هنا من المؤثرات. حدثينا عن عمل فيديو من هذا النوع إذا ممكن. أولاً يعني صحيح، أنت إذا أنت لاحظت إشي معين إنه الفيديو ما هو مترجم، ما هو جاي من بيئة ثانية، هو مكتوب بالعربي مع كل استراتيجية، خلينا نقول الإعلامية التسويقية في هاي الحملة، انعملت من قبل مهنيين عرب ملائمة للمجتمع العربي. ممكن أسأل مين؟ طبعا يعني مين؟ مكتب أقولش إحنا بنشتغل عن طريق مكتب الإعلام الحكومي، ولكن اللي حط الاستراتيجية لكل الحملة هو مكتب عروب ريناوي إكسلنت ماركوم إيجنسي. وأنا يعني لازم أعطي كمان كريديت للألحان والموسيقى، الموسيقار حبيب شحادي، تنسيش حدا، حبيب شحادي حنا، والكوبي رايت الكلمات والكرياتيف يعني الأخت عروب بوريناوي اللي بنت الاستراتيجية لهذا يعني الفيديو. وطبعا انه دخل اشتغلنا مع فنانين ومع مهنيين عرب، اللي فبالتالي لما انت بتاخذ عقلية المجتمع العربي مع تشخيص المشكلة بشكل دقيق، كيف احنا بنحسها،
كيف احنا بنشوفها. فالحملة ممكن عن جد بالفعل تيجي على الوجع زي ما بقولوا، واحنا لاحظنا انه الشباب كثير تفاعلوا مع هذا الفيديو، حسوا نفسهم انه احنا هيك. الاهالي اللي اكبر جيل الاكبر حسوا انه اعطيناهم هديه، انه في رساله حابين يقولوها لاولادهم وبتصل ومش عارفين يعني بتصل. فكانت هاي الطريقه بتصل. نعم بطريقه جيده. وبموضوع استعمالات الهواتف الخلويه، هل لدينا معطيات، هل لديكم انتم معطيات يعني بالسلطه الوطنيه للامان على الطرق؟ يعني في 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 البلاد في صعوبه انه نوصل نقول مثلا انه مسؤوليه كذا وكذا من حوادث الطرق كانت سببها الهاتف الخلوي، وذلك يعني لسبب واحد انه لا تجرى تحقيقات معمقه حتى النهايه في حوادث الطرق في إسرائيل عشان يعرفوا شو كان السبب، بينما في أمريكا بيعرفوا هاي الأمور. وتوقع بسبب الحوادث الأخيرة اللي صارت عندنا بالبلاد بالذات على شارع 90، في مطالبة إنه يجب أن يكون تحقيق معمق على كل حادث لمعرفة بالضبط إيش كان السبب تبعه عشان نصل بالنهاية الأمر لهي النتيجة. ولكن هنالك أبحاث أخرى. نعم. وردتني يعني منك أنت المعطيات. نعم. إنه في أبحاث اللي هي بكل العالم، وأعتقد إنه إحنا مش شاذين، المجتمع العربي، المجتمع اليهودي، المجتمع حتى الهندي موجودين بنفس الإشكالية مع موضوع الهواتف الذكية. يعني فوجدوا انه استعمال الهاتف الذكي خلال القيادة يرفع احتمال انه يصير حادث بعشر مرات، عشر اضعاف. وغير هيك انه حتى لو السائق اللي هو ممكن ما عمل شيء غلط اللي سبب حادث، لكن اذا هو ملتهي بالتليفون وصار يعني عطل اخر بالشارع، يعني الحادث ممكن يكون اخطر بست مرات. يعني انت ممكن السرعه ممكن تكون يعني مش انه ايش تشجيع على السرعه لا سمح الله، وانا قضيه التركيز وانه يعني اذا يعني انت بتقولي اذا هو مستعمل الهاتف الخلوي وفي حادث، قوة الحادث بتكون ستة أضعاف، حتى ست أضعاف أكبر، وأصلا نعم. احتمال أنه يكون حادث من البداية هو بيزيد بعشر مرات أكثر. ممتاز. فبالتالي وكمان يعني وفقا للإحصائيات اللي عملت في أمريكا هناك بيفحصوا ولقوا أنه 52% من الحوادث المميتة كان بلحظة سببها. كان سببها وجود يعني في علاقة للهاتف الذكي لكل قضية كتابة الرسائل النصية التكست، هاي الأشياء اللي بيحكوا عنها. طب إذا بتداجي بهذا الموضوع أخت مقبولة، انت حسب رايك احنا كمجتمع عربي الشباب والشابات يعني بيستعملوا هاي الظاهره دارجه انه اثناء القياده بيستعملوا يعني ارسال يعني الرسائل النصيه او حتى يتبحرون في هذا يعني الهاتف؟ بلال طبعا السياقة. احنا عايشين بمجتمعنا، احنا بنعرف، احنا كمان نفسنا يعني عندنا هاي الاشكاليه، احنا كلنا عندنا صعوبه انه اليوم نعمل فطام لنا من التليفون خلال القياده، كلياتنا انبلينا بهذا الوباء. لكن تعال نقول انه تعالوا نقرر انه نقدر نغير. اللي اقول لك اياه انه اليوم في مرض بالعالم صار مشهور وله اسمه فومو، fear of missing out، احنا خايفين يروح علينا إشي. عم تكون عم بكتبوا عليها ابحاث وكتب انه احنا يعني بدنا نضلنا متواصلين، بدنا نعرف مين حط لايك، بدنا نعرف هذيك الصوره مين قال لها هيك. حياه السرعه هاي الحياه التقنيه، انه احنا بدناش يفوت علينا اي شيء. وغير هيك انه الحياه السريعه صارت تتطلب انه انا بدي اكون دائما متوافر، بدي ارد على المعلم تبعي، بدي ارد على المدير، بدي ارد على الحضانه، ابصر شو صار. دائما بنفكر انه الرسائل ممكن تكون قد شيء ضروري مهم، بالاخر عن جد الحقيقه شو بتنصح السائقين والسائقات لما بيكونوا بالسيارة بالنسبة للهاتف؟ شو ما يكون انت شو بتنصحيني؟ اهم نصيحة اجل اعرف دايما انه ولا اي رسالة تسوى حياتك. نعم. يعني فكر انه انا يعني عن جد يعني فكر بالموضوع، بقدر اجلها شوي انه تاني انا اوقف بمحل ملائم، مثلا اوقف بمحطة بنزين او بمحل منظم اللي اقدر اشوف الاشياء. انا اليوم مثلا يعني انا بقول لك انا مصابة مثلكم، كلياتنا عندنا هاي الاشكالية، لانه بنشتغل وبنروح يعني والتلفون بضل يطنطن زي ما بقولوا بالهاي. فانا اليوم مثلا بعمل وقفة، بروح بوقف على جنب وين محل ملائم للوقفة وبعمل وبتريح، بعمل كل الأشياء اللي بدي إياها وبكمل. نعم. يعني في كتير نصائح إحنا ممكن نقولها، أهم إشي أجل، في شيء مستعجل. هل أنت وفقا لتحليلاتك، أنت قلتي لي ما نعملش تحقيق لهالدرجة معمق. نعم. وفقا لتحليلاتك يعني ممكن إنه الفئة العمرية الشباب والشابات بيستعملوا الهاتف الخلوي أكثر من المتقدمين بالسن، أكثر في داخل المركبة في داخل يعني السيارة. يعني ممكن إنه نوعية الأشياء اللي الشباب والشابات بيعملوها تكون أخطر. إحنا مرات بنسمع عن تصوير خلال السياقة، كان في شابات عربيات اللي قتلوا في حادث، وحتى إنه كان في تصوير لايف خلال القيادي. فهذا شيء جدا جدا يعني اول شيء كل قضيه انه التواصل هيا ونحط لايكات ونبعث للمجموعه ونحكي خراريف، يعني تصدق انه 99% من الرسائل عن جد ما بتكون هي ضروريه جدا. ويمكن تعال نعمل كمان نصيحه زي ما حكينا بالحمل العبري اللي بتاعت تختلف عن الحمل العربيه لانه ملائمه اكثر للمجتمع اليهودي، انه بتعرفوا اذا عن جد مهم اتصلوا،
يعني بيكون معنا كلنا اليوم كلنا معنا ديبوريت معنا هاي السماعة الصغيرة بترد بالسماعة الصغيرة كبسة صغيرة اللي هي بتكون على دانك واحكي ليش لازم انه نعمل انت لازم نفهم انه كل هاي الحركة بدي تشرحيها انا اخت يعني مقبولة هاي الحركة انا وياك نعملها هيك ممكن بس الشباب بيعملوا هيك شو ممكن انه انت ماشي بسرعة مثلا 100 او 110 في الشارع السريع بدي انا تخبري الشباب والصبايا يعني انه شو ممكن يكون خلال جزئيات الثانية بلحظة عدم انتباه بصير بجزئيات الثانية زي ما انت بتحكي القضية انه ممكن يمرق 100 متر او اكثر حتى حسب كبر الرسالة وحسب سرعتنا لك انت بتكونش على الشارع انت بتكون اعمى تقريبا وقديش صارت معنا انه احنا بنكون سايقين فجأة بنطلع كيف وصلت هون يعني كأنه في مرق علينا يعني جزء من الطريق ما انتبهناش يعني لا تدع الهاتف الخلوي يخطفك لأن الحياة بتخطفك سعيدة بعدين كمان انت بشغلة جديدة يعني انه كمان القضية ما بتخاطر بس بالسيارات والشوارع السريعة حتى بقلب القرى اذا تتذكر يعني حوادث اللي بتصير مثلا انه كيف شوف يعني انا مثلا شفت فيديوهات بسخنين اثنين فيديوهات بسخنين لدهس حوادث دهس اللي انت يعني في كاميرات موجوده وبتشوف انه يعني شوفير وين كان يعني اول شيء مش بسرعه كبيره طب كيف بيكون بس التليفون يعني على ممر مشاع فيه كان حادثين سخنين بس انا بعرف هو مشان تكون عارفه انا مقبول انا بحب انه انوه انا تفاصيل التحقيق بهذه الحوادث انا لا اعلم بها وهذا موضوع اللي هو مرتبط بالشرطه بس انت بتقول يعني قلت لك انه القضيه مش بس بالهاي انه حتى ممكن احنا ندهس مشاة لا سمح الله في في في, في هاي الحاله ولما بنكون بالبلد احنا بنفكر انه يلا كل شيء لانه فيش بوليس او كذا بنفكر انه هذا مريح وتمام بس لا الاطفال والمشاة يعني هن موجودين بخطر منا احنا بنتحول لقنبله موقوته اذا بنكون هيك يعني عيننا هون بموضوع حوادث الطرق وين احنا اليوم امام مقابل السنة الماضية على السريع اذا ممكن اول شيء مقابل السنة الماضية بالمجتمع العربي في هناك انخفاض كبير بعدد القتلى لا يوجد انخفاض بعدد حوادث الطرق الصعبة في كثير جرحى مصابين مصابات صعبة جدا ولكن في انخفاض كبير بعدد القتلى يعني الحمد لله انه في هذا الانخفاض موجود ولكن نحاول ان نصل الى اكثر اليوم احنا موجودين في 77 ضحية مقابل 106 بالسنة الماضية بنفس الفترة تقريبا نصف الانخفاض ونقول دائما وراء كل رقم رواية حكاية وعائلات وابناء وبنات وهذه ليست مجرد ارقام مقبولة نصار مديرة قسم الإعلام والتوعية في السلطة الوطنية للأمن على الطرق يعطيكم العافية على هذا العمل ودائما سنستمر معك ومع جميع الطواقم شكرا جزيلا لك شكرا نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل وسنكون مع تساؤل ما هي مطالب الشباب النقباوي من الرؤساء المنتخبين في النقب بعد الفاصل عدنا من الفاصل ما هي مطالب الشباب النقباوي من الرؤساء المنتخبين في النقب كيف يرون دورهم الآن بعد الانتخابات ما هي توقعاتهم وكيف ينظرون لاحتياجات المواطنين الأهل في القرى غير المعترف بها في النقب معي هنا في برنامج هذا اليوم سامي أشوي خريج دفيئة نجوم الصحراء للقيادة والمبادرة في النقب وهو من رهط وشاكر أبو سمحان خريج دفيئة نجوم الصحراء للقيادة والمبادرة في النقب من القرية غير المعترف بها الزرنوق وأنس الزيادني ناشط اجتماعي وأيضا من قرية غير معترف بها أم إنميلي أهلا وسهلا سامي أهلين فيك والأخ شاكر أهلين فيك والأخ أنس أهلين فيك نعم إذن سامي الآن الانتخابات انتهت في رؤساء سلطات محلية انتخبوا مطلب بارز للشباب أنت ممكن توجهه الآن للرؤساء المنتخبين شو ممكن يكون؟ أولاً ببارك لكل الرؤساء اللي تم انتخابهم في خلال الأسابيع السابقة فمبارك لكم مطلبي هو أن تضعوا الأمانة بين أعينكم لأنه كل شيء ممكن يتساووه ممكن يؤثر إما إيجابا أو سلبا على المواطنين في البلدان خصوصا الشباب خذوا دور الشباب ببالغ الأهمية الشباب هم الدور اللي راح بسببه ممكن يكون في تغيير في المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني الشباب هم الشريحة الأكبر عندنا في الوسط البدوي ما يقارب فوق 70% اللي هم شباب تحت جيل 20 فاولا لازم يكون في مراكز اللي الشباب هذول يتواجدوا فيها اللي على اساس يطوروا من قدراتهم ويقضوا اوقات الفراغ اللي هم موجودين فيها بالتركيز على الشخصيه وتقويه الشخصيه
نعم أهلا وسهلا. إذن أنس أيضا وشاكر من قريتين غير معترف بهما، وأنا هذا اللي وصلني منكم. وأنا بدي أبلش معك أنس، أنت من أم ميلي؟ لا أم ميلي، قرية أم ميلي. كيف وضع القرية هناك؟ أول شيء بنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ابن قرية أم ميلي شمالي مدينة رهط، اللي اسمها الزيادنة، عائلة الزيادنة. خلينا نبلش من ناحية البنية التحتية تبعت القرية. القرية تعاني من بنية تحتية، اللي هي من ناحية الصرف الصحي، من ناحية الكهرباء، من ناحية الشوارع. تنويها للشوارع، احنا قمنا بنفسنا، احنا اهل القرية قمنا بجمع المال، كل شخص قام بجمع مال وقمنا ببناء شارع بنفسنا. نعم. يعني حتى تعرف احنا على موسم فيش حدا اللي ممكن يساعدكم، انت بتقول ما فيش حدا اللي رح يعني قدامنا رح يساعدنا. فبما نحن على موسم، بداية موسم فترة فصل الشتاء، عز كل سنة بنعاني من الوصول للمدينة أو الوصول للشارع الرئيسي. صعوبة بالسفريات حتى. من بداية فصل الصيف بدينا نشتغل على قصد الشارع، مش شارع فيك تقول اسفلت. نعم. سطحية اللي نقدر نعبر من القرية لل المدينة. نعم. وأيضا شاكر أنت من الزرنوق، من القرية غير معترف بها، نفس الأوضاع اللي موجودة بأم ميلي موجودة بالزرنوق؟ نعم موجودة. يمكن من الممكن أن تكون الوضع أصعب كمان، لأنه بنعاني في كثير أشياء اللي في القرى الغير معترف بها. طبعا زي ما حكى الشوارع، ما في شوارع، هم جمعوا وإحنا جمعنا بنانا شارع أسفلت اللي الأولاد يمرقوا من عليه والسيارات يمرقوا من عليه. انهد، الدولة شلته. والطلاب الاولاد صغار اللي في القنيم وقت في الصف روضه وبستان، وقت ما بدهم يروحوا على المدرسه في فصل الشتاء، الاولاد وصل الصف مليان مليان مي، مليان طينه. قد ايه الطلاب مثلا بيسافروا، قد ايه المسافه عشان يصلوا المدرسه او يصلوا في الروضه؟ الطلاب اللي حوالين المدرسه، في طلاب اللي بعاد عن المدرسه ما يقارب ربع ساعه او ربع لثلث ساعه مشي مشي بين. واذا الطقس عاصف شو بيعملوا اذا في شتاء؟ ما بيقروا او ما بيقروا او اهله بوصلوا بروحوش على المدرسة، او بنجبر يوصل يروح على المدرسه، مع انه في وديان خطرات اللي هو وادي بسيل، هو مجبور يقطع الوادي حتى انه يوصل للمدرسه. يعني اوضاع اللي ما يعني يقارب قبل. بتقولوا لي انس وشاكر يعني بام ميلي والزرنوق زي باقي القرى غير المعترف بها يعني يمرون شتاء قاسي. نعم. قاسي. نعم. صحيح، خاصه من ناحيه الوديان. يعني السيول، اذا يعني السيول لما توصل لفتره انها بتسكر المدخل تاع القريه، بطل حدا يطلع وبطل حدا يعني يفوت. اللي بيكون معه بس السيارات الدفع الرباعيه هي اللي يعني زي ما نقول اللي بيقدر يطلع من القريه. يعني انا سؤالي لكم وراح انتقل لسامي، يعني ممكن عيله تظل داخل البيت مثلا اسبوع ما تطلعش اذا في سيول وفي ممكن في حالات سحبت اشخاص وكتلت اشخاص وسحبت. يعني اكيد سمعت في الاخبار، يعني اخبار بينت اللي الاطفال اللي انسحبوا من السيول اللي هم كانوا في الطريق للمدرسه او في الطريق للروضه. انا عالجت المواضيع، مش سمعت الاخبار، انا الاخبار انا عالجت هاي الشغله. نعم سامي، اذا يعني في مطلب الان من الرؤساء المنتخبين، يعني مزبوط هي قرى غير معترف بها وما فيش مجالس يعني منتخبه، بس المفروض انه يكون هنالك مطلب. هنا في مطلب واضح ايضا من الشباب انه ساعدونا يا عمي. بلا، في 8 قرى 16 قرية معترف فيها من خلال الدولة، اللي هن تحت مجلسين اثنين، القصوم و نظام الدبار، واحة الصحراء. عمليا هاي المجالس كمان احنا لازم نوصل لهن الخدمات اللازمة حتى هم يعيشوا نفس الحياة اللي انا بعيشها في رهط. انا ساكن في رهط في حارة، عندي الشارع وعندي الكهرباء وكل شيء مليح، بس انا لازم كمان احس في الاشخاص اللي الثانيين اللي هم بالاصل ما عندهم مش هاي الخدمات. انا اصلي اصلا من قريه غير معترف فيها مش بعيده عن الزرنوق، اللي هي قريه البحيره. في سنه 85 الدوله رحلتنا على مدينه رهط، على مدينه رهط. فرسالتي لكل الرؤساء المنتخبين انه تكونوا كلياتكم مع بعض تشتغلوا بايد واحده على اساس توصلوا صوت ال 250 الف مواطن عربي في النقب. وبالرغم من الوضع القاسي انس، انت تتعلم كيف انا بعرف؟ انا بلشت لقب اول اداره عامه وسياسه في كليه سبير بالرغم من الظروف الصعبه الموجوده، بالرغم من الظروف الصعبه بس يعني لا حبي للمجال التصميم، وقفت السنه، وقفت سنه التعليم اللي كنت بشتغله بتعلم تصميم جرافيك، والحمد لله خلصت وراح نرجع لسلك التعليم
في الفترة الجاية. نعم وشاكر، في تخطيط لدراسي صار لي 7 سنين مجال التطوع والمبادرات، عدة مشاريع على مستوى الدولة كلها وعلى مستوى الجنوب والنقب كنت بتطوع فيها ومبادر فيها، إن شاء الله بدي في الصيف تربية منهجية مع جغرافيا. نعم والآن أنتوا هاي فرصة لإلكوا، أنا سألت سامي شو بتوجه، أنتوا أبناء القريتين العزيزتين على قلوبنا الزرنوق وأم ميلي، شو بتوجهوا للجميع؟ وعلى فكرة مش شرط القيادة النخبوية، عندكم لجنة المتابعة وعندكم أعضاء الكنيسة وعندكم اللجنة القطرية، شو بتطلبوا منهم؟ شو بتوجهوا لهم؟ الشباب عمد العمود الفقري للمجتمع كله، ماشي؟ الشباب وده لازم تتعلم، لازم تتوفر كل الاحتياجات للتعليم. انا بحكي كمان بنرجع كمان من ناحيه البنيه التحتيه اللي هي مثلا شبكات التواصل، التوفير الشارع ان الطالب يقدر يروح للجامعه للكليه. انا بقول لك انه حلينا المشكله تبعت الروحه والجايه من الكليه والمشاوير، بس كمان ان المستوى لهلا المستوى لازم اكثر شغل عليه. كلمه اخيره سامي، شو بتوجه هيك 20 ثانيه؟ اولا بالتوفيق للجميع، احنا الشباب مستعدين ناخذ زمام الامور والمبادره يدا بيد مع القاده المنتخبه الجديده في من اجل انه احنا نغير الواقع النقباوي. 10 ثواني يجي يشوف الوضع وهو يحكم بنفسه. شكرا جزيلا لكم، ودائما بدنا نستضيف هنا شباب وشابات ايضا من النقب ونعرض هذه القضايا. شكرا جزيلا لكم. يصدر يوم غد الجمعة عدد جديد من صحيفة بانوراما، اقوى الصحف العربية في البلاد والاكثر شعبية على الاطلاق. تقرؤون في هذا العدد من بانوراما مجموعة من التقارير والمواد الحصرية التي تتناول مواضيع شغلت المجتمع العربي في البلاد على مدار اسبوع كامل. من بين هذه العناوين تقرؤون غدا: الوزيران درعي وكحلون ينصحان نتنياهو بتوجه الانتخابات مبكرة، وبينت يطالب باشغال منصب وزير الامن. في الجولة الثانية من الانتخابات رؤساء سلطات محلية عربية بقوا في مناصبهم وآخرون استبدلوا. بانوراما تنشر قائمة بأسماء الفائزين. يائير رافيفو رئيس بلدية الليد يدعو للقائمة العربية لدخول الائتلاف البلدي. وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة بعد تفشي مرض الحصبة. النيران تلتهم سيارة عضو الكنيسة عبد الحكيم حاج إيهاب في الطيب، والشرطة تقول أن الحريق اندلع بفعل فاعل. لجنة المتابعة تتظاهر قبالة سجن الدامون تضامنا مع الأسيرات الفلسطينيات. اتهام شاب من كفر قاسم بالتخطيط للانضمام للمقاتلين في سوريا. أخصائية التجميل نسرين سالم سخنيني من الناصرة تتحدث لبانوراما وتقول المرأة هي مرآة المجتمع، تلد وتتعب وتتحمل وتعاني لكنها تنسى نفسها. اكتشاف 7 مقابر أثرية جديدة في مصر تحتوي على تماثيل وقطط محنطة، كما تقرؤون في عدد الغد من بانوراما مجموعة من الأخبار المحلية من الجليل والمثلث والنقب إلى جانب مواضيع كثيرة أخرى. إلى هنا ننهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية لببث حي ومباشر. أطيب الأمنيات وأجمل التحيات من طاقم العمل: المحرر الرئيسية لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر برانسي، والمخرج على إخراج هذا البرنامج ساري جابر، ومدير التسويق سامي جابر. أعزائي عزيزاتي، كان معكم بلا شراطة، نلتقي بأمان الله.